بعد أن تقدم لخطبة إحدى الفتيات كانت صدمة الرفض قاسية جدا بسبب وزنه، ولكن هذا الرفض كان نقطة التحول الحقيقية في حياة وائل اللي بدأ مسار صحي جديد، ومو بس كذا قدر أن يستعيد لياقته ويوثق مشواره في رواية ويغير أيضا مجال عمله ودراسته ويسوي مشروعه الخاص. متخيلين الموضوع؟ متخيلين أن بسبب كلمة لا ورفض ممكن يغير حياتك للأفضل 180 درجة؟ هذه قصة ضيفنا اللي منورنا اليوم الكابتن وائل جلال، اللي راح يشرح لنا تفاصيل أكثر عن مشروعه. نور جلال. يا هلا فيك ويا هلا بالمشاهدين الكرام. معقولة في البداية كلمة لا غيرت حياتك؟ يعني ما شاء الله تبارك الله 130 كيلو مو كثيرة. والله أنت لم يذكرتيني بحاجة يمكن لها تقريبا 10 سنوات، موقف فعلا يعني الموقف هذا اللي هو الرفض أو يعني الموقف اللي حصل هو كانت بداية الشرارة اللي ولعت فيها موضوع أنه يمكن حاجة أنا ما كنت منتبه لها. بعض الأحيان تعرف تمشي في حياتك في أشياء ما تنتبهي لها، زيادة وزنك مش عارف إيش وكذا، بس لما يحصل معاك موقف من المواقف زي الشرارة اللي بعدها خلاص تبدأ تنتبه، لا أنا لازم أبدأ أنتبه، لازم أبدأ أغير الموقف اللي حصل هذا. موقف كان صحيح وهو يعني غير أشياء مرة كثير في الحياة، ومن ضمنها الشكل والجسم والأمور هذه. صحيح، ممكن بعض الأحيان هذه المواقف اللي تصحينا وتخلينا نفكر مليون مرة، وبالعكس بالزبط. يعني رب ضارة نافعة بالنهاية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالضبط. طيب كيف جبت ما شاء الله فجأة العزيمة والطموح والإصرار وبدأت في مشوارك الصحي؟ هي الشرارة حصلت بعدها اتفاجأت أنه مو بس أنا اللي عاني من موضوع الوزن، كثير من الناس المجتمع في عندهم مشاكل في موضوع الوزن. ولما نجي نتكلم على زيادة الوزن، انت يعني لما تنزل السوق الا تشوفي يعني الزيادة ظاهرة في المجتمع. تتكلم انت على نسبة يعني اخر احصائية في المملكة العربية السعودية تتكلم فوق 50% من المجتمع يعاني من زيادة الوزن، السمنة المفرطة. بالضبط، من زيادة الوزن. زمان كانت خيارات الوجبات الصحية والأكل الصحي أو ثقافة المجتمع والوعي كانت قليلة. الآن مع تطور المملكة ورؤية 2030 صار المجتمع يتوجه، والرؤية الصحية صارت يعني زادت وصار فيها توسع من مطاعم، من ثقافة، من مبادرات، من نوادي وإلى آخره. زمان كان زي ما قلت لك المطاعم والخيارات الصحيه كانت شويه قليلة. كانت شويه قليله. في عام 2017 عملت مبادره، كانت اول مبادره تنعمل في جده، اللي هي حمله انقاص الوزن. المبادره هذه كان فيها اكثر من 80 شخص، كانت في الممشى، واكثر واحد كانت في رمضان، اكثر واحد نزل في وزنه تقريبا 12 كيلو في شهر رمضان. ما شاء الله تبارك الله. فزي المبادرات هذه احنا نحتاجها في المجتمع. اكيد طبعا، يعني انت مو بس انقصت وزنك ولكن انت الهمت الكثيرين وساعدتهم فانهم يتخلصوا من الوزن الزايد. يعطيك الف عافيه صراحه، قصه جميله جدا. ولكن خلينا نعرف انت كيف ما شاء الله من 130 نزلت كم كيلو تقريبا وائل؟ تقريبا تتكلمي فوق 50 كيلو. 50 كيلو ما شاء الله، يعني شخص ثاني تماما جدا. صح. خرج منك. فهناك يعني في كثير من الأنظمة الغذائية اللي صرنا بنشوفها الآن بدون نتيجة، ولكن نبغى نعرف إيش النظام الغذائي اللي مشيت عليه وما شاء الله خسرت فيه 50 كيلو. هو في مثلث اسمه مثلث الصحة، خبراء التغذية يعرفون المثلث هذا، عبارة عن 3 أشياء رئيسية في موضوع نزول الوزن. أول شيء موضوع الأكل والشرب، وعندك موضوع النوم والنفسية، وموضوع التمارين، هي 3 أشياء رئيسية. أول شيء من ناحية الأكل والشرب، لازم يكون أكلك يكون محسوب السعرات الحرارية، ويكون أكلك يعني صحي. وفي قاعدة اسمها قاعدة عملية الأيض. إيش القاعدة هاي تقول؟
كل ما أكلتي قليل كل ما حركتي أقل، كل ما أكلتي قليل كمية قليلة يعني الحرق عندك حرق السعرات يكون أقل. فأول غلطة هنا الناس تطيح فيها إنها تأكل قليل، وهذا غلط مش صح. دائما أنت لما تجي تعطي جسمك كمية أكل أقل جسمك حيوصل مرحلة ما عاد حيحرق دهون. فأول قاعدة أنا ما حأكل قليل، أنا ما ححرم نفسي. وهذا الشيء اللي أنا كنت أحاول إنه أتكلم فيه بشكل أكبر، إنه دائما لما نسمع كلمة دايت معناته حرمان. أي أنا دايت معناته ما أكل يعني شوكولاتة. ما كنت بسوي دايت أيوة. أبدا معناته ما أكل الأكل. أيوة معناته ما أكل شوكولاتة. أنا كنت أعاني نفس المعاناة هذه. ليش ما كنت أعمل دايت؟ لأنه أنا أحب الأكل. مو بس أحب الأكل، أنا أعشق الأكل. والله كلنا يا يعني من جد أنا عندي طقوس معينة في الأكل. ولما جيت أبى أسوي دايت كنت محروم منها، بس مع الثقافة ومع القراءة ومع التجربة ومع التغيير خلاص فهمت إنه الأكل مش حرمان. الأكل كيف تعرف تأكل بطريقة صحية. النقطة الثانية اللي هي شرب الموية. شرب الموية من الأشياء المهمة اللي عندنا. الموية هي أساس في كل حاجة. الموية هي أول شيء تشغل كل أجهزة الجسم. الموية تشغلها. الموية كل ما زادت في جسمك كل ما صار عندك عملية الحرق وعملية الأيض صارت أعلى وصارت أسرع. حكاية النقطة الثانية اللي هي التمارين والنوم والنفسية. النوم في آية وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا. برمجة الجسم، ربنا خلق الجسم إن هو في الليل ينام ويرتاح وفي النهار معاشا اللي هو العمل والخروج وإلى آخره. لما نجي الآن في ناس يسهروا في الليل وهذا السهر يأثر على الوزن، عملية الأيض كمان على عملية الأيض، لأنه صح. وقت النوم صح. وخصوصا النوم في الليل صح. وقت النوم تصير في جسم زي عملية الصيانة للجسم. جميل جدا بالضبط. وآخر نقطة اللي هي نقطة التمارين. التمارين طبعا هي من الأشياء الأساسية يعني. جميل. ولكن اليوم وسبب تواجدك معنا اليوم وائل أتوقع فرصة جميلة أن نعرف عن مشروعك في نظام الوجبات. أنا شايفة هنا بوكسات جميلة جدا، فياريت تعرفنا عنها. أول حاجة مشروع أنتيفات كان مشروع حلم بالنسبة لي. فكرة المشروع كانت جدا بسيطة. أنا كنت أعاني من موضوع الأكل، فقلت ليش ما أسوي أكل بنفسي. أسست مطبخ صغير في البيت عندي وصرت أعمل أكلاتي ونزلها في السناب شات، ومجموعة من أصحابي صاروا يدخلوا في الوجبات ويأكلوا معايا. ليش ما تبدأ تعمل اشتراكات مش عارف إيه. فتحت الاشتراكات وكنت أسوي أكلي في بيتي. شوي شوي الحمد لله المشروع اتطور. أنا أحب أطبخ، أحب أكل وأحب أطبخ. المشروع عندي اتطور، عملت أسست الحمد لله مطبخ مركزي ضخم في مدينة جدة. حاليا اكثر من 90 موظف ما شاء الله تبارك الله. 80% منهم شباب سعوديين وسعوديات. الحمد لله نزلت الباقات اللي يحتاجها الناس. يعني ممكن تاكلي اي حاجه في المنيو، اي حاجه تاكليها، كل اللي يخطر في بالك انا جالس اعمله، لكن بطريقه صحيه وبجوده جدا عاليه. جميل. في باقه جديده اليوم راح اعلن عنها عندكم. هذه حصرية للبرنامج. هذه عندكم حلو. اللي هي باقة الاطفال. زي ما قلت لك نسبة السمنة في السعودية فوق 50%. فوق 50%. زمان ما كنا نسمع انه طفل عنده سكر او الطفل يعاني من الدهون الثلاثية او سمنة او سمنة زيادة. الان صرنا نسمعها. صحيح. يعني فجميل انه عندكم بوكس للاطفال اكل صحي وكمان يقدروا انهم وزنهم ينزل وانقاص الوزن للاطفال اللي بيعانوا من السمنه الزايده. فكره جميله جدا. اتمنى لك كل التوفيق وائل في هذا المشروع، ولازم تعطوا مشاهدينا خصم خصوصا اللي يشوفوا بس ساعه شباب. يعني لازم. خصم خاص لساعة شباب. أي لازم بإذن الله. خصم حنزل. خاص إذا أحد كلمك قالوا لك نحن متابعين برنامج ساعة شباب إن شاء الله لهم خصم ولا تزعلهم أبدا. شكرا لك وائل. الله يسعدك. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ألقاكم غدا على خير بإذن الله، وأقول لكم مع السلامة.